مرحب بحضراتكم من جديد، ولسه بنكمل كلام عن مهرجان العالمين والفعاليات الموجودة النهاردة. وخلونا نعرف من زميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري اللي هيكلمنا أكتر عن أبرز فعاليات اليوم وإيه اللي حصل النهاردة. مساء الفل عليك يا محمود. يعني محمود أنت موجود بقالك شوية في المهرجان، احكي لنا أكتر عن الأجواء اليوم بقى، كانت عاملة إزاي وإيه أبرز الفعاليات؟ بسنت برحب بيكي طبعا وبكل المشاهدين من مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة أقدر أقول أن النهاردة يوم مهم ويوم حلو ويوم جميل في مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة كان في فعاليات مهمة وعشنا بعض طبعا المظاهر الاحتفالية اللي موجودة، سواء المظاهر الاحتفالية دي الخاصة بالشواطئ أو حتى المظاهر الاحتفالية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي بجوار الممشى السياحي وفي مدينة الألعاب الرياضية. خلينا أقول لكم اليوم النهاردة، أولا حالة الطقس هنا حلوة جدا من صباح اليوم وحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، حالة الجو جميلة وحالة الطقس جميلة، وده اللي ساعد الناس طبعا على انهم يكونوا موجودين على الممشى السياحي وعلى الشواطئ ويستمتعوا بجمال مدينة العالمين وبفعاليات مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة النهاردة كان لينا جولة في الشاطئ العام اللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأهالي مدينة العالمين الجديدة ولكل الزائرين والمترددين على مدينة العالمين الجديدة، هذا الشاطئ اللي دخوله بالمجان. الحقيقة النهاردة كان في إقبال كبير جدا من الزائرين ومن الناس على الشاطئ من كل المحافظات، قابلنا ناس من اسكندرية وناس من المنيا وناس من أسيوط وناس كمان من بره مصر من اليمن، قابلنا ناس كتير موجودة مبسوطين بفكرة إن يكون في شاطئ دخوله بالمجان وبيتيح لكل الناس إن هي تيجي وتستمتع بكل الأجواء الساحرة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وده الهدف الأساسي والرسالة القوية في مهرجان العالمين الجديدة، وهو إن المهرجان لكل الفئات ولكل الأعمار، كل الناس تقدر إن هي تيجي مدينة العالمين تستمتع بكل الفعاليات اللي موجودة. فالحقيقة النهاردة الناس والأطفال كمان كانوا مبسوطين جدا بلون البحر وبالفعاليات اللي بيقوموا بيها طبعا على الشاطئ، فالأسر كلها كانت موجودة النهاردة بأطفالها. والحقيقة وجهوا كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه الفكرة، وإن ده مش جديد على الشركة المتحدة في إن هي دايما تقدم كل ما هو جديد وكل الخدمات الترفيهية للمواطنين خاصة في مهرجان العالم عالمين. وطبعا على مدار اليوم الممشى السياحي لم يخلو من الزائرين على الممشى. خلينا أقول لكم كمان إن أنا هنا موجود في الجزء الثاني من الممشى، يمكن السنة اللي فاتت كان الممشى السياحي موجود فيه الناس بصفة كبيرة أمام الأرينا، لكن دلوقتي الممشى طبعا تم تطويره 14 كيلو متر، فإحنا الجزء الثاني من الممشى بجوار مدينة الألعاب الرياضية، وإحنا شايفين عدد كبير من الأسر وعدد كبير من الزائرين بيترددوا على هذا الممشى. ليه بقى؟ علشان احنا النهاردة بدأنا الفعاليات الخاصة بمهرجان الثقافة والخاصة بوزارة الثقافة. النهاردة الكرنفال السيرك كان موجود في مدينة الألعاب الرياضية وفي المساحة المخصصة للعائلات والأطفال، والحقيقة كان في حالة انبساط كبيرة جدا من الأطفال اللي كانوا موجودين ومن الأسر، الأسر نفسها والعائلات مبسوطين ان في فعاليات موجودة للأطفال فيقدروا ان هم يجوا ويستمتعوا بيها. فالحقيقه كان موجود كرنفال السيرك وفقرات السحر مع الاطفال، فكان في حاله كده من الانبساط والبهجه. الحقيقه كل الناس كانوا مبسوطين، حتى احنا واحنا شغالين كنا مبسوطين الحقيقه بحاله الانبساط العام الموجوده والاجواء الجميله اللي موجوده في الكرنفال السحر. بالاضافه كمان منذ قليل كانت فرق التنوره وفرق كمان الفنون الشعبيه، ويمكن احنا سامعين دلوقتي الاصوات الاحتفاليه اللي موجوده داخل هذه الساحة، عدد كبير من الفرق التابعة لوزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة موجودين علشان طبعا ينبسطوا بالفعاليات اللي موجودة والناس اللي موجودة كمان تكون مبسوطة. الفعاليات هنا هتكون يوميا الحد والاثنين والثلاث والاربع، وعلى مدار الأسبوع فرق التنورة وفرق وزارة الثقافة هتكون موجودة في ساحة الألعاب الرياضية وفي ساحة العائلات، هتقدم كل الفعاليات الثقافية والتنورة والفقرات الفنون الشعبية هتكون موجودة على مدار اليوم، بخلاف انه هيكون في فقرات لبعض المعارض الثقافية وبعض الحفلات الخاصة بوزارة الثقافة. هيكون معانا طبلة الست في المدينة التراثية اللي مصممة على احدث طراز معماري جميل جدا، وبجوار طبعا الارينا
اللي هتستضيف بقى الاسبوع ده طبعا حفلة القيصر كاظم الساهر. كل الناس طبعا مستنية الحفلة، وكل الناس كمان مستنية الفعاليات. يعني انا شايف من امامي عدد كبير من الجمهور وعدد كبير من الاسر اللي موجودة، والحقيقة في حالة انبساط كبيرة جدا بالفعاليات اللي موجودة. ويمكن كمان فعاليات الرياضية مستمرة، كانت امبارح بكرة القدم وكمان كرة الطائرة الشاطئية. عندنا كمان الملاعب تم تجهيزها بشكل كامل في مدينة الألعاب الرياضية في مدينة العلمين الجديدة علشان تستقبل كل الفعاليات القادمة في مهرجان العالمين الجديدة. عندنا البادل، عندنا التنس، عندنا كل الألعاب الرياضية اللي هتكون موجودة. فبالتالي في تنوع كبير جدا في الفعاليات، سواء في الحفلات الغنائية والمطربين اللي من مصر طبعا ومن الوطن العربي، عندنا تنوع في الفعاليات الثقافية والرياضية. كل حد يعني عاشق للرياضة في أي مجال من الرياضة، كرة القدم، الفولي بول، التنس، البادل، كل الناس هتقدر إن هي تيجي وتستمتع بكل الفعاليات اللي موجودة. والحقيقة إدارة المهرجان بتحرص دائما في النسخة الثانية على مهرجان الأطفال، مهرجان نبتة طبعا اللي هيشهد إقبال كبير جدا من جانب الأطفال وعائلتهم. واللي احنا شفناه النهاردة الأطفال وعائلتهم أكدوا كمان إن هم مستنيين مهرجان نبتة ومستنيين الفعاليات الخاصة بمهرجان نبتة علشان طبعا يشاركوا فيها. وكنا طبعا تابعنا معاكم الفعاليات الخاصة بالحيوانات الأليفة وازاي في أماكن ترفيهية ليهم طبعا والعناية بيهم. فأي حد حابب ان هو يجي مدينة العالمين الجديدة هيلاقي فيه يعني وجبة كاملة من الفعاليات. دي كانت حاجة من الحاجات اللطيفة قوي يا محمود، ان احنا بالليل نشوف مهرجان للحيوانات الأليفة، ويمكن كمان كان في فاشن شو بسيط كده للكلاب موجود كمان. زي ما انت قلت وزي ما انت اتكلمت انه مهرجان العالمين فعالياته مختلفة ومتنوعة. احنا بنتكلم على فعاليات بتضم جميع افراد الاسرة، من شباب اللي لو حابين يحضروا الحفلات، فما فيش اروع ولا اجمل من النجوم اللي اختارتها ادارة المهرجان السنة دي تكون مشاركة، وحتى الاطفال بمهرجان نبتة، كمان الكبار، يعني فعاليات وزارة الثقافة اللي في الحقيقة مبهجة جدا جدا وموجودة على مدار الاسبوع كله، من فعاليات فنية أو مسرحيات جاية أو غيره أو غيره أو غيره، أو حتى السيرك اللي موجود النهاردة. بنشكرك محمود جميل مراسلنا في العالمين.